بالوقت يلي عم يتصاعد فيه التوتر بين إيران وأمريكا وعم بتزيد المخاوف من احتمال تدهور الوضع بالخليج والقلق على مستقبل الاتفاق الدولي بخصوص الملف النووي الإيراني، استقبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية سيد علي خامنائي بطهران رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، وهو أول رئيس وزراء ياباني بيلتقي المرشد الأعلى من وقت اندلاع الثورة بال 1979. الزيارة اللي تزامنت مع تفجير سفينتين للنفط ببحر عمان منا مفاجأة، خاصة إنه أبي أعلن عنها خلال مؤتمر صحافي مع رئيس أمريكي دونالد ترامب بأيار الماضي، وهي بتهدف للتوسط بين البلدين لفتح بواب الحوار. وسبق توجه الوسيط الياباني لطهران اتصال هاتفي مع ترامب بحثوا فيه الملف النووي الإيراني. الوساطة اليابانية اليوم عم تنضاف لمجموعة من المبادرات التانية مثل العمانية والعراقية والقطرية والكويتية والسويسرية، فشو سبب سعي البلدان لحل المشكلة بين واشنطن وطهران؟ الوساطات تعددت، يعني بعض الإقليمية العربية اللي هي مثل التدخل العراقي والعماني والقطري، طبعا هذا هدفه واضح، هو انه هذه الدول ما بدها الحرب بالمنطقة، وبالتالي عم تحاول انه تهدي الأوضاع. من جهة تانية التحركات اللي عم نشوفها مثل اليابان، يعني دولة بعيدة عن المنطقة، هدفها توسط مع الولايات المتحدة للوصول لحل، لأنه الموضوع النفطي يعني اليابان أيضا. اليابان هدفها انه هي أكيد لأنه لديها مصلحة بأنه موضوع النفط لا يتدهور وما يروح باتجاه التصعيد. رغم أهمية مبادرات الحل والأجواء الإيجابية اللي ممكن تخلقها، إلا أن الموقف الإيراني بيظهر بعده رافض أي حوار مع ترامب يلي اعتبره خامنائي شخص ما بيستحق تبادل الرسائل معه. فهل ممكن ينجح أبي بتغيير الموقف الإيراني؟ المؤشرات إلى الآن أنه إيران ما رح تذهب بخيار تجربة التفاوض بظل هذه الظروف اللي ممكن تبلغه لرئيس الوزراء الياباني بدوره، أنه لابد الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات أخرى من ضمن تخفيف العقوبات أو التراجع نوعا ما حتى تقبل بالدخول بعملية التفاوض. هذه الحد الأدنى من الشروط الإيرانية، لأنه بتعتبر أنه تجربة التفاوض تحت الضغط لن تؤدي إلى نتيجة. اللي ممكن ينجح مع اليابانيين الآن هو تخفيف التوتر الحاصل، أما الوصول إلى المطلب الأمريكي، تحقيق المطلب الأمريكي بجلوس إيراني على التفاوض من دون شروط وقبل أي مبادرة أمريكية أكثر عقلانية إذا بدنا نسميها، من خلال تخفيف العقوبات أو التراجع قليلا، الإيراني حتى الآن مصر على عدم الذهاب إلى هذا الخيار. الشهر الماضي قال الرئيس الأمريكي أنه ناطر اتصال من إيران لتبلش المفاوضات، وبيظهر أنه إيران كمان ناطر تراجع أمريكا عن العقوبات لتقبل تفاوض من جديد، وبانتظار الوصول لتفاهم برجع الطرفين على طاولة الحوار عم بتزيد التوترات بالمنطقة والعمليات الأمنية اللي مش عم يتبناها حدا، بالإضافة للضغوط العسكرية بأكثر من بلد إقليمي، وسعر النفط بعده عم يرتفع. وبظل هالوضع مين من الطرفين ممكن يربح بلعبة عد الأصابع؟ الأيام الجاي ممكن تحمل معه الجواب. نادر عز الدين، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.